صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 61 لسنه 2022 بالتصديق على اتفاقيه التعاون لتبادل البيانات الشخصيه والمعلومات للاغراض الامنيه وحمايتها بين حكومه مملكه البحرين وحكومه المملكه العربيه السعوديه. وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى صدق على اتفاقية التعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية المحررة في مدينة الرياض بتاريخ الخامس من أكتوبر 2022 الموافق التاسع من ربيع الأول عام 1444 هجرية والمرافقه لهذا المرسوم